السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يلا نبدأ ونسجل، واللي يدخل بقى يبقى يسمع التسجيل، مفيش مشكلة. آسف على التأخير بس غصب عني. النهاردة إن شاء الله هنشتغل. المفروض كان فيه سكشن امبارح بس عشان الميدترم اللي كان في الكلية فما كانش فيه يعني امبارح. المفروض في السكشن ده هنخلص شابتر 5، هو الـ Operational Amplifier أو الـ Op Amp. يعني الشابتر ده سهل إن شاء الله وهيكون من أسهل الشباتر يعني عليه. بس في البداية يا شباب، قبل ما نبدأ في أي حاجة لازم الأول تعرفهم إيه فايدة أصلا الـ Operational Amplifier. الـ Operational Amplifier يا شباب اللي صممه عشان يعمل عمليات الحسابية المفروض أنت يعني الكمبيوتر بيعملها. يعني مثلا على سبيل المثال، عاوز أجمع حاجة، يعني مثلا رقمين على بعض، عاوز أجمع فولتين على بعض، عاوز أطرحهم، عايز أعمل أي عملية زي كده، المفروض باستخدام الـ Op Amp تقدر تعملها إن شاء الله. فعشان كده هو اسمه Operational Amplifier، مفيش مشكلة. قبل ما نبدأ لازم تعرف إن في عندنا نوعين من الـ Operational Amplifier، وأنت شغال لازم تاخد بالك من حاجة. الـ Operational Amplifier في منه نوعين، في Ideal وفي Non Ideal. الـ Operational Amplifier تلات حاجات أساسيين فيه، زي ما موضح لك هنا. ثواني هنا يا شباب، ده بسميه ده يا شباب بسميه اللي لازم يكون متصل بالسالب، ده اسمه inverted voltage، ده الانفيرتد. ده نون انفيرتد، او ممكن انت تسميه في واحد وفي تو، تمام؟ يعني وليكن على سبيل المثال، لازم تكون عارف دي ليه. لو بيقول لك في السؤال انا عايزك تجيب لي قيمة الانفيرتد فولتج ومديك الاوب ام عامل كده، ده الموجب بتاعه وده السالب. هنا الانفيرتد فولتج فين يا شباب؟ اللي تحت، الفولت اللي هيكون في الطرف ده، هنا هيكون الطرف اللي فوق. الانفيرتد المقصود بيه اللي هو السالب، نون انفيرتد اللي هو العكس، يبقى الموجب، مفيش مشكله. المهم ان العناصر الرئيسيه والالمنتس الاساسيه عندنا الانفيرتد والنون انفيرتد، وانا عرفتك تحددهم ازاي. الانفيرتد بيكون هو الطرف السالب. الفرق ما بين الانفيرتد والنون انفيرتد، الطرح ما بينهم يديك الفي دي او الديفرنشي. يبقى الفي دي هو عبارة عن في واحد ناقص في اتنين، اللي هو اللي يعتبر فرق الجهد على المقاومة اللي هي ايه، 1.5 ميجا اوم دي. بعد كده لازم تعرف حاجة اسمها الفي او او الاوتبوت فولت، اللي هو ده بيكون عبارة عن ايه، بيكون عبارة عن حاجة اسمها الجين مضروب في الفي دي، اللي هو ده اللي هو فرق الجهد ما بين الطرفين هنا. يبقى كده انت عرفنا 3 حاجات، اول حاجه الفي واحد والفي تو ده اللي هو الانفرتد والنون انفرتد، عرفنا الفي او والفي ديفرنشال اللي هو الفرق ما بين في واحد وفي تو او الانفرتد والنون انفرتد، والجين المقصود بيه يا شباب اللي هو الربح او العائد اللي عليك من الدائره هتكون قد ايه، وهنعرفه دلوقتي. هنعرف احنا دلوقتي هناخد امثله ازاي نعرف الجين، الايه ده المقصود بيه الجين، المكسب او الربح او العائد علينا من الدار. انا كنت مدخل مثلا هنا 5 فولت، عارف هنا كنت مدخل 5 فولت يا شباب، هنا طلع لي 20 فولت، يبقى كده الجين بكام؟ الجين عندي هنا ب4، خد الانبوت ضربه في 4 اداك 20، يبقى الجين اهو الانبوت اللي دخل لك الفي الديفرنشال ده كان داخل لك بخمسة، والاي باربعة انضربوا ببعض يديك العشرين. فالجين المقصود بيه اللي هو ايه، الربح بتاعك او المكسب من الدايرة بتاعتك. ففي البداية ده خلاص العناصر الأساسية. في البداية بقى يا شباب لازم تفرقوا ما بين حاجتين، وانت شغال في الاوب ام لازم تاخد بالك انت شغال ايديال ولا نون ايديال. اعرف ازاي؟
لو هو يا شباب النون ايديال بيديه قيمة اللي فيه واحد وفيه اتنين، وهنا في فرق جهد، وطالما في هنا فرق جهد يبقى في تيار بيمر هنا، يبقى كده انت شغال نون ايديال. امال الايديال بيقول لك ايه يا شباب؟ الايديال بيرمز له كده بقى يا شباب، الايديال هنا الفي او، هنا الانفرتد اللي هو الفي واحد اللي هو بالسالب، وهنا الموجب النون انفرتد اللي هو في 2. في الايديال بقى يا شباب بيقول لك فرق الجهد في واحد هو بيساوي في 2، وبالتالي مفيش مرور تيار هنا. يبقى هو هنا في المسألة لو قال لك المسألة بتاعتك شغالة ايديال، يبقى انت لازم تاخد بالك ان في واحد بتساوي في 2، اللي بيمر هنا في الجزء ده بزيرو، مفيش تيار اصلا، عشان شرط وجود تيار لازم يكون في فرق جهد. فعند هنا في واحد بتساوي في 2، فاكيد مفيش فرق، مفيش تيار بيمر من في واحد لفي 2، تمام؟ يبقى انت دي اول حاجه لازم تعرف. طب لو هو قال لك عندك في واحد بيساوي في 2، يبقى خلاص انا كده عرفت اوتوماتيك، عرفت ان ده ايديال. يبقى الايديال في واحد بيساوي في 2، النون ايديال لا، ما بيساويش بعض، تمام؟ فهنا أول حاجة تعالى نشوف الشيت بتاعنا. هنا أول حاجة بيقول لك حدد لي الانبوت ريزيستنس، طبعا دي الانبوت اللي تبع الفي ديفرنشال اهي، اللي هي 1.5 ميجا اوم، دي الانبوت. الاوتبوت طبعا ب60 اوم، وبيقول لك الفولتج جين ده وحدة قياسه يا شباب دي بي. الفولتج جين بكام؟ الفولتج جين هو الرقم المضروب في الفي دي، اللي هو هيكون 8 في 10 اس 4 دي بي، اللي هو ده، عشان قلت الفي اوتبوت اللي هو ده بيساوي الاي في الفي دي، دي الفي دي اهي، يبقى ده الاي اللي هو الجين، مفيش مشكله، ما فيهاش مشكله المساله دي. مساله رقم 4، هنا يا شباب بيقول لك الاوتبوت فولتج اوف اوب ام بيساوي سالب 4 فولت في حاله النون انفرتد انبوت بواحد ملي فولت، والجيم بتاعك ب 2 في 10 يعني 2 في 10 اس 6. عايزك تجيب لي الانفرتد، مفيش مشكله، عايزك تجيب لي الانفرتد. لو انا مثلا يا شباب تعالى بقى تخيل كده، عندي ده الاوب ام، ده مثلا وليكن ده النون انفرتد وده الانفرتد، ده هسميه مثلا في واحد وده في 2، ده النون انفرتد وده انفرتد. ممكن ايه نسمي ده ان اللي هو نون انفرتد وده اي انفرتد يعني، تمام؟ دي في ان وده في اي، مفيش مشكلة. هو هنا في المسألة هنا يا شباب قال لك إن الـ VO بتساوي كام؟ كان سالب 4 فولت، سالب 4، مفيش مشكلة. وإحنا أصلاً عارفين إن قانون الـ VO بتساوي الـ VD، الـ VD مضروبة في الجين، مفيش مشكلة. يبقى كده الـ VD بكام؟ الـ VD بتساوي الـ VO اللي هو مديهولك ب4 على الجين، الجين اللي هو بكام؟ 2 في 10 اس 6، يبقى في 2 في 10 اس 6، ده هيديك 2 في 10 اس سالب 6 او 2 ميجا، 2 ميجا فولت. فكده انا عرفت الفي ديفرنشال فرق الجهد هنا ب 2 ميجا فولت. هو عايزك تجيب ايه؟ تعالى بقى هنا تاني، مديك النون انفرتد اللي هو ده مديهولك بكام؟ مديهولك بواحد ملي، نغير اللون ده افضل، مديك هنا ده بواحد ملي، او اللي هو عبارة عن واحد في 10 اس سالب 3، اللي هو عبارة عن 0
زيرو واحد، واحد من ألف مفيش مشكلة. وعايزك تجيب لي الانفرتد مفيش مشكلة. أنا عندي أصلا قانون الـ V دي يا شباب، كنا قلنا الـ V دي بتساوي VN ناقص VI، بتساوي VN ناقص في انفرتد. تمام، ده انا خلصت طلعته ب 2 ميجا فولت او 2 في 10 اس سالب 6، هنخليها 2 في 10 اس سالب 6 ايكوال الفي ان عندنا 1 في 10 اس سالب 3 ناقص في اي. اعد ده بعكس الإشارة هات لي قيمة الـ VR، وخلص المسألة على كده، مفيهاش أي مشكلة، مفيهاش أي مشكلة المسألة دي يا شباب، واضحة مفيهاش أي فكرة ولا أي حاجة. نيجي بعد كده رقم 8، أي رقم 8 هنا يا شباب، ثواني هو أنا عملت إيه. تمام، رقم 8 هنا بيقول لك انت شغال اهو، حطها لك صريح، انت شغال ايديال اوب ام، هنا شغال ايديال اوب ام، يبقى انا افهم ايه على طول؟ طالما انا ايديال فرق الجهد عند الانفرتد والنون انفرتد الاثنين زي بعض، فرق الجهد ما بينهم بزيرو، والتيار اللي ما بر اللي بيمر ما بينهم بزيرو، مفيش مشكله سواء هنا او هنا عشان انا شغال ايه؟ ايديال. تعال نحل المساله، مفيش مشكلة. تعال نشوف هنا الأول، هو عايزك تجيب الـ VO هنا. تمام، بصوا بقى يا شباب، هنا فرق الجهد هنا التيار هنا بزيرو، فمفيش تيار، أكن دي مفتوحة خالص، فالتيار اللي هو الواحد ملي أمبير ده هيتحرك كده 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 وخلاص، وهيوصل للـ VO، مفيش مشكلة، هيوصل للـ VO. يبقى أنا ممكن أقدر بكل بساطة أعرف فرق الجهد التيار الواحد ملي امبير ده هيمر في الاتنين كيلو، ومفيش تيار هيمر هنا عشان هنا التيار بزيرو، وهنا ده الفولت بتاعها بزيرو، فكده الطرف هنا بزيرو اللي هي النون انفرتد، يبقى كده والنون انفرتد بتساوي الانفرتد، الاتنين بيساوي بعض هنا، يبقى هنا برضو زيرو فولت. تمام، زيرو فولت فرق الجهد عند النقطة دي بزيرو. المهم تعالى بقى نشوف نعرف نجيب، انا عايز اعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ انا عايز اجيب طبعا فرق الجهد هنا بزيرو، فهجيب عند النقطة دي، فالنقطة دي الجهد بتاعها هو الجهد بتاع الـ VO كله عشان ده بزيرو، مفيش مشكلة. عايز أنا أجيب إيه دلوقتي؟ عايز أجيب فرق الجهد عند الاتنين كيلو، تمام، وأنا عارف ده بزيرو، أقدر أجيب ده بكل بساطة. أجيب فرق الجهد عند الاتنين كيلو إزاي؟ هي عبارة عن اتنين كيلو، فرق الـ V بتساوي I في R، الـ I اللي هيمر فيها 1 ملي أمبير مضروب في 2 كيلو، ده 1 في 10 اس سالب 3 مضروب في 2 في 10 اس 3، هيضيعوا بعض يبقى هيديك 2 فولت، مفيش مشكلة، وده 0 فولت، والمفروض فرق الجهد ده اللي هو عبارة عن 0 ناقص في او بيساوي الاتنين، يبقى كده ال في او بالسالب سالب 2 فولت، مفيش مشكلة فيه. طب تعالى نشوف التانية، تعالى نشوف هنا بقى بكل بساطة برضو، يعني انت لو ركزت ثواني هتلاقي المسألة سهلة جدا. هنا يا شباب انا قلت مفيش تيار هنا، كده التيار اللي هيمر هنا بكام؟ بزيرو، وده كله متوصل بنفس الدايرة، فالتيار هنا زيرو، يبقى اكيد التيار هنا بكام؟ يبقى اكيد التيار هنا بزيرو، مفيهاش أي مشكلة خالص، يبقى أكن المقاومة دي طالما مفيش تيار فيها يبقى أكنها مش موجودة أصلا، مبيمرش فيها تيار، ويبقى مش هتاخد جهد ولا أي حاجة هتشتغل، مفيش مشكلة. يبقى أكن الدايرة بتاعتك أهي، عايزك تجيب لي الـ VO، تمام، دي طبعا 1 فولت، الطرف ده 1 فولت، يبقى الطرف ده 1 فولت، مفيش مشكلة. يبقى الطرف ده كام؟ المفروض الاتنين فولت اللي هو هنا يا شباب
الاتنين فولت بيساوي الواحد ناقص ال VO، تمام؟ يبقى كده ال VO سالب VO بتساوي 2 ناقص الواحد بواحد، يبقى ال VO لوحدها بكام؟ بسالب 1 فولت. سالب 1 فولت مفيهاش أي مشكلة خالص، بس عايزة تركيز. هنا التيار مش هيمر هنا خالص، فالتيار ده كله هيمشي كده، هيمشي وهيوصل لـ2 كيلو وخلاص على كده. فكده أنا عرفت التيار اللي هيمر في الـ2 كيلو أوم ده بكام، منها عرفت أجيب الفولت، وأنا عارف إن ده متوصل بالأرض، يبقى هنا 0 فولت، يبقى الطرف ده 0 فولت، يبقى الطرف ده كام؟ برضه نفس القيمة. طالما أنا شغال أيديال، في واحد بتساوي في 2، أو الفي انفرتد بتساوي الفي نون انفرتد، يبقى ده 0 فولت. ده انا عارف فرق الجهد هنا، وده 0 فولت، اقدر اجيب الفي او ببساطه. هنا بقى عشان التيار متوصل بالانفرتد، فالانفرتد التيار فيها بزيرو، فكده انا فهمت ان التيار اللي هيمر في 2 كيلو بزيرو، يبقى كانها مش موجود، محدش يقول لها هيبقى فيها تيار. طب الفي بتساوي ايه يا شباب؟ الفي بتساوي اي في ار، الاي بكام؟ الاي بزيرو، فاكنها مفيش فولت، ولا اكنها موجوده، لا لها فولت ولا لها تيار، فهتشيلها خالص من الرسم. وهنا ان عندي ما بين الطرف ده والطرف ده فرق الجهد كام؟ 2 فولت. انا عارف ان ده التيار بيمر كده، ده واحد وده مجهول ال في او، يبقى واحد ناقص ال في او بتساوي ال 2 فولت، يبقى كده ال في او هتطلع لك بسالب 1 فولت. سالب 1 فولت مفيش اي مشاكل فيه. هنشوف المسألة اللي بعد كده. بعد كده رقم 14، اللي هي دي رقم 14، بيقول لك هات لي ال في او. مفيش ابسط من المسائل دي، نفس كلها نفس الفكرة. ده 0 فولت، يبقى ده 0 فولت ماشي، والتيار هنا بزيرو. عايز اجيب ال في او، عشان اجيب ال في او، ال في او اللي هو جهد النقطة دي هو جهد النقطة دي، تمام؟ يبقى انا بكل بساطة ممكن التفكير اللي انا افكر فيه ازاي، اجيب فرق الجهد على العشر، وهنا بزيرو اقدر اجيب فرق الجهد عند النقطة التانية. طب اجيبه ازاي؟ بكل بساطة عندك اكتر من طريقة. عندنا تيار، تعالى نشتغل بالكي سي ال او او النودل اناليس. النودل اناليس اللي بيقول لك محصله التيار عند كل نود بزيرو، مفيش مشكله. تعالى هنا شوف محصله التيارات اللي هتكون هنا بكام. ده التيار ده افترض ان هو اتحرك كده، وده كده، وده للاعلى، وده طبعا داخل. فكده الانبوت عندك بكام؟ ب2 ملي امبير. 2 ملي امبير بتساوي الجهد هنا بكام؟ هسمي النقطه دي A، وهسمي النقطه دي B، تمام؟ فأنا شغال عند النود A، عند النود A، يبقى فرق الجهد هنا هو عبارة عن A على الخمسة، أو لا يا شباب، هو عبارة التيار بيتحرك كده، يبقى زيرو ناقص A على الخمسة، يبقى سالب A على الخمسة، بلس اللي هيتحرك هنا يبقى B ناقص A على العشرين. احنا قلنا بلس بي ناقص ال A على العشرين، ده زائد ده زائد اللي فوق ده. التيار اللي هيكون فوق ده بكام يا شباب؟ ده طبعا النقطة دي أنا قلت اللي هي عبارة عن في او، عبارة عن في او ناقص A على العشر، يبقى بلس في او ناقص ال A على العشر. انا بجيب محصلة التيار عند النقطة A، مفيش مشكلة. تعالى شوف لي محصلة التيار برضو عند النقطة B، ده داخل وده خارج، مفيش أي مشكلة فيه، وده طبعا مفيش تيار، ده هنا بزيرو، فأكنه الفرع ده مش موجود، ده بعشرين وده العشر، خلاص. يبقى كده
فرق الجهد هنا بكام يا شباب؟ التيار هنا بكام يا شباب؟ عبارة عن B ناقص ال A على 20 إيكوال التيار الخارجي اللي هو ده VO ناقص ال B على 10، VO ناقص ال B على 10. تعالى بقى يا شباب استفاد بقى من حتة إن الإنفرتد بتساوي نون إنفرتد. أنا التيار هنا الفولت هنا في الفرع ده في النون إنفرتد بزيرو، يبقى في الإنفرتد اللي هو متوصل بالسالب ده بكام؟ بزيرو برضه، يبقى كده الجهد عند النقطة B بزيرو. شيل بقى هنا من شيل كل B وحط مكانها زيرو، فالبي دي هتبقى بزيرو، دي زيرو، والبي دي برضه هتكون بزيرو، والبي ده برضه هتكون بزيرو. يبقى من هنا سالب A على 20 بتساوي VO على 10. ادي معادلة، والمعادلة الأولى المتغيرات اللي فيها A و VO برضه بس. يبقى أنت عندك معادلتين، المتغيرات اللي عندك A و VO، تقدر تجيب لي قيمة الـ A الفولت عند الـ A، تقدر تجيب لي الـ VO زي ما هو عايز، والمسألة سهلة مفيش أي مشكلة. المسائل دي كلها يا شباب ما فيهاش جديد، بس انت عاوز تركيز شويه بس وتلاقي المسائل جميله جدا. المساله رقم كام بعد كده؟ 17. اهي ما فيهاش اي مشاكل يا شباب. 17 بيقول لك احسب لي ال VO على ال VI لما يكون السويتش في البوزيشن A او B او C او 1 او 2 او 3. مفيش اي مشكلة خالص. تعال في اول حالة، تمام، اول حالة في حالة ان ال 12 فولت هي اللي مقفول، التيار هيمشي ازاي يا شباب؟ التيار هيمشي كده في الخمسة، طبعا مش هيدخل هنا عشان ده بزيرو، هيتحرك كده 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 لل 12 ويوصل لل VO، مفيش أي مشكلة خالص، يوصل لل VO. طب تعالى نجيب نشتغل على النودل أناليسيز عند النقطة دي، تمام، عند النقطة هسمي النقطة دي مثلا هسميها إيه؟ أو هي أصلا ماشي هسميها إيه وخلاص، هسميها إيه؟ المفروض عند محصلة التيار ده داخل، والتيار اللي هيكون في ال 12 ده خارج، مفيش أي مشكلة. يبقى كده محصلة التيار عند A عبارة عن زيرو ال A قصدي ناقص ال V I اللي هو ال V input على الخمسة إيكوال V O. عاوز اجيب يا شباب التيار عند الطرف ال 12 ده عبارة عن VO ناقص ال A على ال 12، VO ناقص ال A على ال 12. طبعا هنا انا عارف ان ال A بزيرو عشان هي ال A بتساوي الطرف الثاني اللي هو ال non inverted، ومتوصلين بالارض يبقى بزيرو، فشيل كل A وحط مكانه زيرو، يبقى زيرو ناقص VI على الخمسة إيكوال في أو على ال 12، مفيش أي مشكلة. طب تعالى اضرب مثلا طرفين في وسطين كده، يبقى سالب 12 في أي إيكوال خمسة في أو. هو عايز بقى عايزك تجيب ايه؟ عايزك تجيب VO على VI، فانا عايز طرف يكون فيه VO لوحده. طب اعمل ايه؟ تعال اقسم كده الطرفين يا شباب على 5 VI، اقسم هنا على 5 VI، فاللي هيتبقى لك من الجزء ده هيكون VO على VI، تمام؟ اقوى. اما تقسم ده
على 5 في اي هيبقى لك سالب 12 على 5. يبقى كده نستنتج ان الفي او على الفي اي اللي هو عايزها بسالب 12 على 5. وده اصلا يا شباب قانون حاجه اسمها الانفرتد امبليفاير. في الانفرتد امبليفاير بيكون في مقاومه متوصله في الطرف الانفرتد اللي هو بالسالب اهو، المقاومه اللي هي 5، ومقاومه متوصله ما بين الانفرتد وما بين الفي او بسميها ار اف. دي اسمها ار اف اللي هي متوصله ما بين الانفرتد وما بين الفي او. والقانون بيقول لك ان الفي او، القانون مستندج من هنا بس انا حبيت ما اشتغلش معاكم بالقانون مباشر عشان افرض حد فيكم ناسي القانون فيمشي بالاستنتاجات اللي انا بجيبها دي، لان المسائل سهله جدا. الفي او القانون بيقول لك ان الفي او بيساوي سالب ار اف على ار اي اللي هي ار انبوت مضروبه في الفي اي. بصوا هنا بقى، لو انا كنت قسمت الطرفين على في اي كان هيديك في او على الفي اي بتساوي سالب ار اف اللي هي فوق على الار اي اللي هي سالب اهي، سالب 12 اللي هي الار اف على الار اي اللي هي 5. فهي هي تمشي كده، تمشي بالقانون، تمشي. والقانون ده بتاع الانفرتد امبليفاير يا شباب عشان تاخدوا بالكم منه، مفيش مشكله. خدوا بالكم يا شباب، لو هو كان ده السالب والمقاومه متوصله بالسالب فده اسمها الانفرتد امبليفاير. طب لو كان الخمسة اوم دي بالفولت بتاعها متوصله، لو متوصله بالموجب يبقى انت كده بتشتغل على حاجه اسمها النون انفرتد امبليفاير. السالب ده مش هيكون موجود، السالب ده ما كانش هيكون موجود، مفيش مشكله. هناخد اكتر من مثال عليها وهتوضح اكتر ان شاء الله. نفس معلش يا شباب تعال نكملها. نفس النظام، لو انا عند الاثنين، لو انا في البوزيشن الثاني خلاص يبقى برضو الفي او على الفي اي بيساوي سالب 80 على 5. هنا هيبقى سالب 2 طبعا مع الاحتفاظ بالواحد، سالب 2 ميجا على ال 5 كيلو، او هتكون سالب 2000 على 5. بعد كده الرقم 30 على الدور، رقم 30، رقم 30 بيقول لك هات لي هنا عايزك تجيب الاي اكس. تمام مفيش مشكله، تعال واحده واحده كده نشوف هنحلها ازاي. هنا يا شباب ده هنا ال 12 فولت، يبقى اكيد الطرف ده 12 فولت ودي كلها نفس النود، يبقى اكيد هنا كام؟ 12 فولت. ال 12 فولت دي يا شباب هتتجزأ على ال 60 وعلى دول، محصلة دول عشان الاثنين توازي. اجيب محصلة ال 20 و30، 20 في 30 ب 600 على 50 هيديك 600، هتديني كام؟ 600 على 50 فيها 6 فيها 12، معلش فال 12، يبقى دي 12 اوم. يبقى كده الواحد واتنين من عشرة فولت هيتجزأ على 60 وعلى ال 12 اوم. تمام مفيش مشكلة، بس دي 60 كيلو خدوا بالكم. وهنا برضو هنا كيلو هتبقى برضو 60 كيلو، 12 كيلو، يبقى 60 كيلو و12 كيلو. الواحد واتنين من عشرة فولت ده هيتجزأ على ال 60 وعلى ال 12. انا عايز اجيب التيار اللي هنا، عشان اعرف اجيب التيار اللي هنا خلاص طب هات لي الاول الفولت اللي هنا، فاجيب الفولت بتاع البرانش ده اللي هي ال 12. فال 12 هتاخد قد ايه؟ ال 12 هتاخد 12 على مجموعهم 60 و12 72 مضروب 1.2 من 10 اللي هو الفولت اللي هتجزأ عليه، يديني كده محصله الجزء ده. فاكيد الفولت اللي في الجزء ده هو نفس الفولت على ال 30، هو نفس الفولت على ال 20. فكده انا عرفت ان الفولت على ال 20 بالقيمه دي. الاي بيساوي ايه؟ الاي بيساوي في على ار، بالرقم ده هقسمه
على ال R اللي هي العشرين، اللي هي العشرين يديني ال IX بكل بساطة. مسألة سهلة جدا بس عايزة ايه، تكون انت مصحصح شوية تلاقي المسألة بتتحل اصلا لوحدها، واحدة واحدة، مفيش اي قوانين جديدة ولا بعمل اي حاجة جديدة. فهو شابتر يعتبر تطبيقات على اللي احنا خدناه قبل كده. بعد كده مسألة 37، 37 فين 37؟ سهلة برضو ما فيهاش أي مشكلة يا شباب. أنا عايز دلوقتي أجيب، عايز أجيب الـ VO ده، فرق الجهد ده اللي هو الـ VO. طب أنا يا شباب ممكن أجيبه بكل بساطة إزاي؟ ده 0 فولت، نفس الفكرة. عايز أجيب الفولت عند الـ 30 وأنا عارف إن ده 0، أقدر أجيب الفولت عند الطرف الثاني ده. طب أنا أجيبه إزاي؟ ركز واحدة واحدة يا شباب، ركزوا كده. الاي هنا اللي هيمر في البرانش ده، والاي ده، والاي ده، التلاتة هيتجمعوا عند النقطة دي ويمر كلهم في التلاتين، عشان دي طبعا ما بيمرش فيها تيار، فكلهم هيمروا عند التلاتين. فكده بكل بساطة أعمل إيه؟ أروح أجيب التيار هنا، الاي بيساوي في على ار، يبقى 2 على 10 كيلو. كده أنا جبت اي واحد، وهنا هيكون سالب 2 على 20، مفيش مشكلة. وهنا عشان التيار معكوس، شوفوا يا شباب معمول سالب وموجب هنا بالعكس، يبقى ده سالب 4.5 على 30. كده انا جبت اي واحد واي اتنين واي تلاتة، اجمعهم مع بعض، اجمعهم يبقى هو التيار اللي هيمر في النقطة دي، ماشي. ويبقى كده التيار اللي هيمر في التلاتين هو نفس التيار اللي هو التوتال اللي انا جمعته هنا، اضربه في التلاتين كيلو، يبقى انا كده جبت ايه؟ الفي، عشان الفي بيساوي اي في ار. جبت الفي ده 0، اقدر اجيب الفي او بكل بساطة. ده حل. الحل التاني يا شباب كان بنفس الطريقة. افترض افترضوا كده يا شباب ان دي ما كانتش موجودة، ان الاتنين دول مش موجودين، كنت انا اقدر احلها ازاي؟ المقاومة العشر دي متوصلة مع الانفرتد، يبقى ده اصلا قانون الانفرتد امبليفاير. كنت اقدر اجيبه ازاي؟ كنت بقول ان الفي او بيساوي سالب ار اف على ار مضروبه في الفي، في الفي انبوت، مفيش مشكله. طب لو دي بس اللي كانت موجوده، كان برضو اقول ان الفي او بيساوي، لو دي بس اللي موجوده، دي مش موجوده ودي مش موجوده، يبقى دي بتساوي ايه برضو؟ سالب ار اف اللي هي سالب 30 على الار اللي هتكون ب 20 مضروبه في سالب 2. طب لو دي كانت بس موجوده، كنت هقول سالب 30 على ال 30 مضروبه، دي معكوس، فاضربه في سالب 4.5. اجمع عشان الثلاثه موجودين، اجمع الثلاثه مع بعض يديني الفي او. دي طريقه ودي طريقه، والاثنين نفس الحل، الاثنين نفس الحل، ما همش اي اختلاف. بعد كده المساله رقم 47، انتوا بقى لكم كده في الشيت يا شباب 47 و57 و63، ده المطلوب منكم. فنيجي مثلا ل 47 نشوف فيها فكره ولا لا. نفس النظام، سهله برضو ان شاء الله. انا اول ما بشوفها كده بعرف يعني باينه اصلا، باينه ان انا هستخدم هنا بكل بساطه، ممكن استخدم الكيس ال هنا، وانا اشوف ممكن استخدم الكيس ال او النودل اناليسيس او اي حاجه. المساله يعني لا سهله طبعا، باين ان هي عايز الفي او. تعالى هنا، اه بص يا شباب، كمان زي ما هنشتغل دلوقتي مفيش اي مشكله، بس لو انت لقيت هنا في فولت وهنا في فولت، فكده ده مسائل حاجه اسمها الديفرنشال امبليفاير. ديفرنشال امبليفاير كنت بستخدمه عشان اطرح 2 فولت من بعضهم، فتعرف ازاي تلاقي في فولت متوصل في الانفرتد وفي فولت تاني متوصل بالنون انفرتد، مفيش مشكله. احل المساله دي ازاي يا شباب؟ انا عايز اجيب الفي او، عشان اجيب الفي او لازم الاول اجيب فرق الجهد عند ال 30، وعشان اجيب فرق الجهد عند ال 30 لازم اكون اعرف برضو فرق الجهد عند النقطه دي اللي هو بيساوي فرق الجهد عند النقطه دي. يبقى انا عارف ده وعارف ده، اعرف اقدر اجيب ده. طب رقم واحد، علشان تجيب فرق الجهد عند النقطه دي اعمل ايه؟ عايز اجيب فرق الجهد عند النقطه دي هعمل ايه؟ افترض ده اشتغل بقانون
الكي في ال هنا في اللوب ده. الفي 2 كان بيقول لك ايه؟ ثواني اكيد في حاجه هو سايبها هنا. هنا بيقول لك ان الفي 1 ب 1 فولت وفي 2 ب 2 فولت، مفيش اي مشكله. ده 1 فولت وده 2 فولت. يبقى كده تعالى بقانون الكي في ال، لو اللوب بتاعك بيمشي كده يبقى كده الاثنين او من غير اصلا قانون الكي في ال يا شباب خالص. ده يعني هي مساله بديهيه، دي الدايره بتاعتك، ده دي البدايه بتاعتها اهي، ودي الارض بتاعتك. فكده الاثنين فولت ده هيتجزع على الاثنين وهيتجزع على العشرين. طب انا عايز اجيب فرق الجهد على العشرين، العشرين هتاخد قد ايه؟ هتاخد عشرين، هتاخد على حسب نسبتها، يبقى 20 على 20 بلس 2 22 مضروبة في الاثنين، مضروبة في الاثنين. يبقى أنا كده جبت فرق الجهد عند العشرين، وده أهي تعالى تبقى بتساوي 20 على ال 11، 20 على ال 11 فولت. ده بزيرو فولت، يبقى ده أكيد ده 20 على ال 11 فولت، ده 20 على ال 11، مفيش مشكلة. تعالى بقى هنا تعالى نشوف هنشتغل ازاي. لو احنا اشتغلنا بالنودل اناليسيس عند النقطة دي أو يعني كي سي ال، هسمي ده، دي طبعا الفولت بتاعها ب 20 على ال 11، أنا عرفت. ده في واحد وده 20 على، يبقى اقول التيار هنا طبعا هو نفس التيار هيمر هنا عشان في الفرع ده بزيرو، يبقى التيار هنا